كي ما وعدكم البنات حنحط لكم وصفات كوكي ازون في قناتي، وبعد ما خديت تصريح منها وقالت لي سامعه وديهم، دونك حنعاود لهم ان شاء الله في قناتي، ونقولها يعطيك الصحه كوكي على كل مجهودات، وربي يعطيك ما تتمني ان شاء الله. اليوم اذا حنبدا لكم بوصفه التلك، التبييض والتوحيد لون البشره. الوصفه رائعه جدا والنتيجه من اول استعمال، وهذه الوصفه نطبقوها نديرها دو فوا بار سيمين، يعني مرتين في الاسبوع. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي ما تنساوش تشتركوا في القناه ورفعوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. مساء الخير زول، مرحبا في الاخوات، العسلامه الاخوات، تسقوا على جديد لا فيديو نظن هذا كي تخمر ان ماسك بور الفيزاج. الماسك كي لا بازينس ذا تلك او ذا المالورد. كيني استخدم لا مارك كي اون شانتور سا بليزيور لا غامين اون شانتور سا بليزيور برودوي زيس تلك زيس لوشناغينيا ويجي العليف مليح مليح الكور ساعة الشب نكوني قرص قبيلي ظريف. نو لا بازينس د التلك ندم التلك لنا كي تسوالي نتاكا نخدم القيس ازالا نخمي الفيزاج لنا كما راكم تشوفوا راني خديت التلك. انا نفضل الغوج هذا فيه ريحه هايله بالبزاف، اذا ما عندكش الروج استخدمي تاني لو روز هايل كما راكم تشوفوا. يعني نديرو قيس ما نديرو برك الوجنه، حنديرو اسخمه امان الورد كي تسوالي نتاكا، من بعد الخلطة نحركو عكس ساعة قريب الساعة كما راكم تشوفو. دعيو داغي اون اوتر فوا، دونك سعير الطلق الطلق استخدام لا ماركاكي اون شونتور استخدم عن كيلو غوج مليح الغوزة كيدي عند العليف مي في ثن الغوج تقرضع كي كينيا اتواليمت دونك نخلطو كلش حتى نتحصلو على هاد الكريمة. هاد الكريمة ما تكونش جارية فوالا وما تكونش تاني تقيلة اكيد تسوالي نتا كي ينيا لا كريم كي تنابليكي في الما ونتا نكيني غاتابليكي كي كي في فاسنيو هاكي كي راه تضلو. انتي دو بريفيرونس تعملي ان بانسو وتطبقي الخليط على وجهك بهذه الطريقه. الماسك هذا حديريه دو فوا باغ سومان، يعني زوج مرات في الاسبوع، والنتيجه حتلاحظي الفرق من اول استعمال.
الوصفة هذه من اللي قالت لي كوك عليها وانا نستعملها نطبقها على وجهي ماشي على يدي. اليوم وريت لكم برك طريقة على يدي باه تفهموا ويوصل لكم الميساج. ايه هنا كي كنت دني غاكا لو ماسك كيني غتستخدم مضمرتين كسمانة. كيني بيرسونيلمون تستخدم اخت كمي ذي دنان فلاس. انكي استخدام اختي ودميو ماشي غي فاسنيو سي جوست فاغ كان كنتي تسكنا لا ديفيرونس. نزيد نعاود ناكد الوصفه هذه تاع كوكي ازون ونقولها يعطيك الصحه حبيبتي على كل المجهودات اللي راكي تقومي بها وربي يعطيك ما تتمني ان شاء الله. اذا النتيجه هاولي كما راكم تلاحظوا حتطبقيها هكا على كامل وجهك بعد نص ساعه افخماكي دونك غومي راكي تودميو كي تسوالي نتاكا فوالا حنقومي كاع وجهي بهاد الطريقة يعني بعد ما نشف فوالا. من بعد نغسلو بالماء دافي من بعد نعاودو بالماء بارد. إيه ها كي تسوالي متاكية دابخي ما غومي راكي تودميو هادي وغالاكا السير داغ سوا ماني حمان ومن بعد نعاود داغ سوا ماني صمابون. دونك نكينيا الصفضة مدينيا سليلان جات مي كنتي لقد تسير دمت كنتي يعني لقد تسير دمت سوا مانا كي سي جوست لكن كان اتواليت. هذه هي الوصفة تاع اليوم البنات ان شاء الله تطبقوا الوصفة واستعملوا اي طلق اللي عندك مي انا دو بريفيرونس نستعمل انشونتور باسكو الطلق هذا نحبه فيه ريحه هايله. سمحوا لي برك البنات على الصوت. هذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا يعني كما راهي تبان. نقول لكم ان شاء الله تلقى في وصفات واحد اخرين وفيديوهات واحد اخرين ان شاء الله الى الملتقى.